فهلأ شهر رمضان تصفية النفوس وتزكية النفوس وكسر النفوس الأمارة بالسوء، شهر البذل والإنفاق على الفقراء. شوف أنت الفقير قديش بينسر لما يوصل هذا المال أو يوصل هذا الأكل، بس أنه لما ينسر أو تشوف البسمة على وجهه ترتاح أنت نفسيا، ويمكن ما تشوفه لما ياخد المال، يمكن تحط له إياه يعني سرا، تبعت له إياه سرا، ولكن تخيل الفرحة لما حيحصل على هذا المال وينفرج كربه. شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة. مين عم بيقول هيك؟ الصادق المصدوق. بدأ إيمان، بدأ يقين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومن يسر على، وبالحديث ومن يسر على معسر يسر الله له أو عليه، وين؟ في الدنيا والآخرة. وإن الله في عون العبد ما كان العبد فيه عون أخيه. صرفوا على بعض، حبوا بعض، نحن المسلمين بحاجة نكون متعاضدين.